انما هتكلم على ضيفنا نجمنا النهارده. هو واحد من ابناء محافظه كفر الشيخ، لعب الكره في شوارعها زي كل لاعيبه مصر كلها ما لعبت في شوارع كره شراب وكره كاوتش وكل حاجه، وتالق مع فريقه كفر الشيخ وقدر يلفت انظار الانديه الكبيره ليه. وفي نفس الوقت وهو بيلعب كوره في كفر الشيخ لفت الانظار للناس الكبيره اللي هي زي مين؟ زي الكابتن طه اسماعيل اللي كان مسؤول عن منتخب المدارس. ونجمنا ده تالق مع كان في كابتن مختار وكان في كابتن ثابت البطل رحمه الله عليه، وكان في نجوم كتيره جدا ظهرت من خلال دوره المدارس. النادي الاهلي طلبوا مرتين، مره سنه 76 وكفر الشيخ رفضوا، قال لك لا ده هو احنا بنعتمد عليه وعايزينه يطلعنا للدرجه الاولى. المره الثانيه بعد ما الشيخ طه كلم النادي الاهلي وقال لهم في لعيب في كفر الشيخ وده نجم من نجوم الكره المصريه مستقبلا هيبقى كويس قوي، سياده الفريق مرتجي رحمه الله عليه سافر، الكلام ده سنه 77، سافر واتفق مع نادي كفر الشيخ وافقوا، يعني هم المره الاولى ما وافقوش والمره الثانيه وافقوا. الحاجه بقى اللي هتستغربوا لها، الصفقه صفقه كانت تقيله قوي بالنسبه لنجمنا ده. كفر الشيخ وافق ان مقابل 7000 جنيه ونص، عارفين 7000 جنيه ونص الكلام ده سنه 76 77، وقال لك هنلعب مباراتين وديتين علشان خاطر الايراد بتاعهم يبقى للنادي. المهم انضم بسرعه للنادي الاهلي وبدا يدخل في الفريق الاول، وخلال مشواره مع النادي الاهلي نجمنا لعب 206 مباراه محليه واكثر من 50 مباراه افريقيه، توج من خلالها بدرع الدوري 7 مرات، لعيب فاز بالدوري 7 مرات وكاس مصر 6 مرات، بالاضافه الى 5 بطولات افريقيه منها 2 الانديه ابطال الدوري و3 كان اللي هو بدل الكونفدراليه كانوا ابطال الكاس. المشاركه الاولى لي كانت امام فريق جود بلبيس اللي لعب في المباراه دي في الدوري العام سنه 77 78 وفاز الاهلي ب3 اهداف، كان النادي الاهلي دخل فيه الجون الاولاني ولعبنا المباراه، انا كنت بلعب المباراه دي طبعا، والخطيب سجل هدفين وهدفين كانوا كويسين قوي، ونجمنا اضاف الهدف الثالث عشان يضع بصمته للفريق الاول مع الشياطين الحمر في اول لقطه ليه مع النادي الاهلي. نجمنا بعد كده لعب فترات طويله جدا، وسنه 88 هو اعتزل قبلنا، ما فيش فترات بسيطه يعني، اعتزل سنه 87 واشتغل بعد كده في التدريب في النادي الاهلي مع الناشئين، وبعد الناشئين بدأ للدرجة الأولى، ثم كابتن محمود الجهري ضمه ليه لمنتخب مصر اللي راح وشرفنا سنة 90 في كأس العالم. نجمنا النهاردة، أنا بس مش عاوز أطول كتير على حضراتكم لأن نجمنا النهاردة عنده محطات كتيرة جدا هنتكلم معاه فيها وهتسمعوا، يمكن استضيفوه في أكتر من هنا في قناة النادي الأهلي وفي أكتر من برامج بره في كل القنوات، لكن معانا احنا هنا في قناة النادي الأهلي هتسمعوا اللي انتم ما سمعتوش منه قبل كده خالص. النهاردة حوارنا هيكون مع نجمنا ونجم النادي الأهلي والكرة المصرية الكابتن محمد عامر. تعالوا مع بعض نقابل ضيفنا ونستقبله في حلقة الليلة من المجري. تمام، اخبار صحتك ايه؟ تمام الحمد لله، تمام بره الاسره كلها بخير. تمام، تلعب كوره ولا بطل؟ عايزين نلعب، انا همشي من هنا اروح العب شمس على طول. انت مواظب فرقه الشمس؟ مواظب طبعا. ايه اخبارك انت؟ تمام الحمد لله. بتلعب كم مره في الاسبوع؟ حد وثلاث وخميس. نشط نفسينا ما شاء الله يعني كده. وفين التدريب دلوقتي؟ في البيت.
يعني انت في البيت ايه، ما حدش بيطلبك، ما حدش بيكلمك، ما حدش بيقول لك اي حاجه؟ لا لا. ازاي؟ ما اعرفش، دي مش عارفها بصراحه. طب دي هنتكلم فيها. دي هنتكلم فيها. عاجبك حال الكره المصريه الفتره دي؟ لا طبعا. يعني حاجه يعني ما تصرش خالص يعني. ومدرب منتخب كان موجود حسام البدري فتره طويله، يعني شبه عاطل يعني. يعني مش عايزين نقول، مش نجيب السبب عليه، لكن الدنيا كانت واقفه. ويعني انا بقول انه اتظلم في ان هو باقالته، لان احنا لسه مش عاجبك الحال يعني. ما ساعدناهوش في حاجات كتيره. ما انا هنتكلم فيها دلوقتي واحنا قاعدين، وهنتكلم عن منتخبنا القومي الفتره اللي جايه، وازاي كله نلم جماهير الكره المصريه وتقف ورا منتخبنا، لان مباراتين جامدين قوي. وانا بقول مباراتين دول عنق زجاجه، يا اما وصلنا كاس عالم يا اما قعدنا الكره المحليه. اي حاجه لمصر بنحبها، لان مصر خير علينا كلنا. طبعا. واي واحد بيشيل علم مصر وبيكون سفير لينا في اي مكان، زي محمد صلاح كده وزي اللعيبه المحترفه اللي عندنا دي، بتبقى احنا بندعي لهم بالتوفيق، لان هم بيرفعوا علم مصر في دول ان شاء الله. انا عارف انت استضافوك في اكتر من برنامج هنا في قناه النادي الاهلي وفي برامج تانية، لكن عندنا في المجري هنا احنا بنقول الحاجه اللي الناس لسه ما شافتهاش ولا سمعتها ولا اتحكى عليها قبل كده. انت جاهز معانا النهارده؟ انا جاهز طبعا يا درش. مش هنرحمك. انا جاهز طبعا، طول ما انت معايا هطلع كل الخبايا، هطلعها. ربنا يكرمك. هنقعد هنشرب حاجه ونرجع بعد كده نتكلم بدايه كابتن محمد عامر في كفر الشيخ بداتها ازاي، وبعد كده النادي الاهلي طبعا، يعني مشوار حياتك كله من خلال المجري في قناة الأهلي بإذن الله. إن شاء الله. تفضل يا محمد.